اسماعيلي بالفريق الاول يتعادل مع ناشئ الاهلي 1-1 بعد مباراه جيده من ناشئ الاهلي الكبار. كابتن علاء، مباراه جيده جدا 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 من لعيبه النادي الاهلي. بغض النظر عن اي نتيجه حصلت النهارده، انت كل مباراه انت بتكسب حاجه جديده خصوصا ناشئ النادي الاهلي. الشوط الثاني النهارده كسبت حاجه جديده، خسران 1-0 لكن نزلت. لعيب عايز يتعادل. خلاص الخضه زي ما بيقولوا كده بتاعت المباراه راحت من المباراه اللي فاتت. كل واحد شغال قد امكانياته ايمن، يعني مجهود مبذول قوي جدا جدا جدا. صحيح. اللي يحسب لعيبه النادي الاهلي اللي حته الخوف، حته الاشتراكات بقت جامده جدا، ان هم عندهم رغبه، يعني حته ان تبقى خسران 1-0 تبقى بالنسبه لعيبه النادي الاهلي مشكله. عشان كده بين الشوطين بقول لك حته الضغط على لعيبه النادي الاهلي بعد الهدف، حته لما خسران 1-0 دي بتبقى حاجه اثرها مش حلوه، اثر بتعمل تسيب اثر سلبي، لكن مع الوقت واضح ان في كلام حصل بين الشوطين. صح. الموضوع ده انتهى تماما، وبدا الشوط الثاني هم اللي بيدوروا على هدف التعادل، الضغط زايد شويه، الرغبه بقت عاليه قوي، تحس ان الفريق الى حد كبير الجماعيه بقت اكتر شويه. في حاجه حصلت في الشوط الثاني خلت الشكل كده، ويمكن الهدف اتاخر قوي، لكن حسيت ان كان ليك وجود الشوط الثاني، في كام كوره ضيعهم حسام، التغييرات لما نيجي نتكلم عليها عملت الفرق. اللعيبه عايز تثبت نفسها. صح. طول الحاجه اللي انت ضامنها ايمن في مجموعه اللعيبه دي ان في حاجه انت ضامنها 100% هي حته الروح. دي وانت مغمض كده انت ضامن ان كل الولاد الصغيره دي روحهم هتبقى عاليه جدا جدا جدا، فدي مضمونه. حته اللعب وحته الانسجام بتيجي مع الوقت، يعني الشوط الاول انسجام مش حلو قوي، حتى كل الكباتن اتكلموا عليه. الخطوره مش كتيره، كانت في حته ترابط بعيد شويه. الشوط الثاني لا، تحس ان الخطوط قربت، رغبه التعادل زايده قوي، في تحركات هجوميه، انت عايز تتعادل. عشان كده تعادلت، انت بتلعب فريق اسماعيلي فول تيم. يعني مزبوط. يعني انت قلت حاجه عجبتني، ان كبار الاسماعيلي تعادلوا مع ناشئ الاهلي، او ناشئ الاهلي تعادلوا مع كبار الاسماعيلي. بالنسبه النهارده للعيبه النادي الاهلي او النادي الاهلي، مكسب على كل الاصعده زي ما بيقولوا، كسبت لعيبه صغيره، ما خسرتش المباراه، وده كان مهم جدا بالنسبه للعيبه، وده كان اكتر حاجه مأثره فيهم بعد الهدف. اصل اللعيبه وجهاز الفني، حتى جهاز فني من بره قاعد على اعصابه، الموضوع قلب مباراه رسميه رسمي. يعني اصل ايمن، هي حته انك يجي فيك جول دي انت وانت صغير في الناشئين ما بتقبلهاش. صح كده. فتخيل الولاد الصغيره خسرنا 1-0، هو بالنسبه له لا، ما ينفعش النادي الاهلي يخسر 1-0، فحته الرغبه زادت قوي، حتى لو بيلعب فرقه اكبر منه ولا فارق معاه. هو خلاص الفرق ده انتهى، انا جه فيا جول انا مش شايف، خلاص انا شايف حاجه واحده بس، وعندي هدف واحد، انا هدور على تعادل، ولو في وقت اكسب ممكن اكسب. لكن النهارده انا من مستر موسيماني اطلع هني اللعيبه دي كلها النهارده، اكتر واحد استفاد من التجربه هو شخصيا، واللعيبه كلها موجوده قدامه. بشكرهم طبعا على المجهود الهايل ده، هنتكلم فني على الشوط الثاني، لكن تعادل مستحق مع كبار الاسماعيلي. صحيح. كابتن اسامه، التعادل مستحق بطعم الفوز لناشئي الاهلي الكبار. مفيش شك في كده. اللي واضح الشوط الثاني ان الروح زادت، الاصرار زاد على انك ترجع للمباراه، وفي اكتر من فرصه خطيره لحسام حسن اتلعبت له بالعرض داخل ال 18، يمكن تصرفه ما كانش كويس قوي، هو في واحده بعد كده عملها فوق العارضه، فتحس ان اللعيبه كانت عايزه تخرج من المباراه على الاقل متعادله. فرصه جات لهم، كلهم بيحاولوا يثبتوا ذاتهم، بالذات اللعيبه الصغيرين، يعني اللي ما كانش الناس جماهير النادي الاهلي ما بتسمعش عنها كتير يعني. فأهم حاجه ان احنا لعبنا بروح النادي الاهلي او روح الفانيلا الحمراء، اللي هي ان احنا مش عايزين نخسر. صح. لعيبه ادت ما عليها، والتغييرات الى حد كبير ادت نشاط وحيويه اكتر، بالذات في اخر 25 دقيقه. يعني الاسماعيلي المفترض انه بيلعب كامل، المفروض يظهر بصوره افضل من كده، لكن ما تحسش ان في فرق كبير بين ناشئين النادي الاهلي ولاعيبه الاسماعيلي اللي المفروض عندهم خبرات كبيره. اكتر من لاعب كان مميز النهارده، تاني للمره الثانيه محمد مغربي ممتاز، السيرد باك الاشول، محمد اشرف الباك شمال عمل برضو مباراه جيده، واكتر من لاعب يعني بصراحه ظهروا بشكل كويس. صحيح. وخاصه زي ما قلت لك الاصرار والتصميم بعدم الهزيمه الشوط الثاني، وربنا حقق لهم المراد بالتعادل في الاوقات الاخيره. صحيح.
كابتن عادل ما كانش عندك ادنى شك ان النادي الاهلي هيعود للمباراه. دي حقيقه. حتى واحنا بنتكلم في بين الشوطين قلت لي لا الاهلي هيعود للمباراه، واحنا بنتفرج على المباراه سوا قلت لي هنتعادل. علشان روح النادي الاهلي بيقولوا لك وبيكلموك دايما بيقولوا ليه اتعلمتوا ليه النادي الاهلي بيجيب الجوان في الدقيقه 90 والحاجات اهو صغار الاهلي بيعرفوا يجيبوا جون في الدقيقه 90 وفي الدقيقه 93 احرزنا هدف ودول صغار النادي الاهلي. دي حاجه مهمه قوي. الحاجه الثانيه المهمه يا كابتن انا اعرف معدن اللعيبه دي كويس لانهم اي لعيبه صغيره بتلعب في النادي الاهلي بتجيلها الفرصه بتاعت الفريق الاول بتتشبث بيها. ممكن كانوا يطلعوا خسرانين لكن ادوا اداء كويس. رعاليا جدعانه قلب عندنا يمكن لو انه ما خدتوش بالكم انه اتنين من اللعيبه الفريق الاول طلعوا ونزلوا ناشئين يعني الفرقه اتعدلت بجميع الناشئين ما فيش الا عمار وعمار سنه صغير اصلا لكن لعيب فريق اول. لكن انت بتتكلم على كريم فؤاد غير باحمد سيد غريب ومحمد محمود احمد عبد النبي نزل مكانه. ايوه فانت بتتكلم على كل اللعيبه اللي هي الصغيرين اللي بيلعبوا تسعة منهم صغيرين فما كنتش يعني 10 في الاخر كانوا 10 في الملعب كان في عمار وحسام يعني لكن انا بتكلم على ان عمار كمان صغير في السن يا كابتن. ايوه يعني هو حسام حسن الكبير بس سنه كبير لكن عمار حمدي صغير. لكن دي تتعلم من لعيبه النادي الاهلي من دلوقتي بيتعلموا ان هم لاخر ثانيه والاخر دقيقه يموتوا نفسهم ونعرف نرجع ونعرف نتعادل ونعرف نكسب في الاوقات ال90 اللي احنا مشهورين بيها كنادي اهلي. فهي من التربيه بقى من الصغر هي بتبدا من هنا بتبدا من الروح دي ممكن تيجي مره وتيجي الثانيه وتيجي الثالثه هي بتيجي معانا كتير الحمد لله انا بتكلم على الفريق الاول لكن كون الناشئين كمان يعملوها فانا سعيد بيهم جدا وبقول انه دائما النادي الاهلي عنده ثروه كبيره جدا في لعيبته الصغيرين. صحيح. وبدات حته الاعارات تفيدنا افاده فوق ما تتخيل يعني اقول لك حاجه من افضل الاعارات ربنا يشفيه اكرم توفيق. أيوه. استفدنا منه. أيوه. جامد استوى بلغه الكوره هنتكلم في حته الاعارات. دي بتوسع بعد ما اخد راي الكابتن بلال في احداث الشوط الثاني بالذات وفي نفس الوقت يمكن المستر موسيماني في الدقيقه 80 قال لك ايه العب باثنين راس حرب وراح منزل احمد غريب وحسام حسن وكمان احمد غريب نزل على حساب كريم فؤاد ولكن المغامره دي اتت بثمرها. بص الاول خليني اقولها يا كابتن ان ان النتيجه جيده جدا طبعا. صحيح. مما لا شك فيه انت بتتعادل مع نادي الاسماعيلي انت مهم جدا بالنسبه لك انك ما كنتش تخرج خسران حتى وان كان الاداء سيء او الاداء غير مقبول او الاداء فيه كلام او 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 لكن الاهم انك انت حتى في الماتشات الوديه تخرج برضه بنتيجه جيده بالنسبه لك يعني نتيجه التعادل بالنسبه للنادي الاهلي اعتقد مع فروق طبعا ان عندك كم لعيبه ما بتلعبش مع ان انت بتلعب بالناشئين والاسماعيلي بيلعب فول تيم هو زي ما اتكلمنا ما بين الشوطين قلنا الاهداف مختلفه هو عايز يكسب النادي الاهلي حتى لو بالناشئين وانت برضه بالناشئين مش عايز تخسر من النادي الاسماعيلي يعني الاهداف بالنسبه لك بالنسبه لنا احنا مختلفه انت لو بتلعب فول تيم ما بنكسب الفرقه دي 3 4 مستريح. ايوه مستريح 3 4 يعني ياخدوا 5 كمان يعني من وجهه نظري الشخصيه يعني. ايوه تمام بكلم اما برضو يعني تفرق وانت بتلعب برضو بلعيبه ما عندهاش الخبرات ما عندهاش الاحتكاك ما عندهاش القوه البدنيه ما عندهاش اللعب في الدوري الممتاز يعني اشياء كتيره جدا تفتقدها اللعيبه دي بخلاف روح النادي الاهلي اللي موجوده في كل وقت يعني انت لعيبه عندها الاصرار بتكمل الدقيقه 90 بتكسب بنالتي بتكسب بس بتتعادل قصدي لكن قدرت ان انت تسجل وتنهي المباراه بالتعادل يعني لكن الروح احيانا بتغطي على بعض الحاجات اللي حضرتك قلتها في اوقات كتير مش احيانا في اوقات كتير الروح بتغطي يعني بتغطي على المشاكل الفنيه لما الالتحامات الكوره بنتكلم عليها الشوط الاول ما كانتش موجوده اتوجدت الشوط الثاني بشكل اكبر بقيت عندك دافع انت بقيت عايز بتسعى للتعادل في اوقات كتيره جدا جات لك فرصتين ثلاثه كان ممكن تسجلهم حسام حسن جاله فرصتين واحده بدماغه واحده برجله الاسهل كانت برجله انه يسجل منها هدف وتاني هكرر اقول حسام حسن محتاج ان هو يشتغل على نفسه كتير جدا يعني كره القدم بتدي للمجتهد انا دي نصيحه انت النهارده في فرصه بالنسبه لك انك ترجع بشكل كويس
بدنيا وفنيا. انت بتلعب اساسي، بتلعب انت بتلعب في النادي الاهلي، فلازم تركز تبقى على قدر يعني مكانتك جوه النادي الاهلي يعني، تمام. اما النتيجه بالنسبه لي فنتيجه مرضيه جدا جدا جدا. انا ما كنتش حابب ان الاسماعيلي يطلع كسبان حتى ولو كانت مباراه وديه، لان اللي هيقال هيتقال او التاريخ هيسجل ان في كاس الرابطه اتلعبت مباراه ما بين النادي الاهلي وبين الاسماعيلي، والاسماعيلي كسب النادي في اولى مباراه كاس الرابطه. فالحمد لله ان احنا تعادلنا. بشكر الولاد على الاداء، واحده واحده الامور هتتظبط افضل من كده، مع برضو تدعيم من مستر موسيماني، وده اللي انا يعني عايز اشير اليه في اللقاءات اللي جايه، ان لازم يحصل فيه تدعيم عشان ما تسيبش الفرقه كلها تبقى ناشئين. يعني ما ينفعش انت بتلعب فول تيم قدام فرقه زي الاسماعيلي او قدام الجونه او قدام اي فرقه من الفرق اللي بتلعب في الدوري الممتاز واحنا بنلعب كامل العدد بالناشئين او باستثناء لعيب او اثنين. لا، لازم يبقى في بعض التدعيم، يبقى اتليست خمسه من اللعيب من الفرقه الكبيره عشان يبقى في توازن شويه، تمام. لان انت في الاول وفي الاخر بتلعب باسم النادي الاهلي. صحيح. طيب تعال نروح لزميلنا محمد توفيق ملعب مباراه، ومعاه لقاء مع المدافع الشاب الصاعد محمد مغربي. تحت لي كابتن ايمن وكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل جماهير النادي الاهلي بتابعنا من كل مكان. تعادل يعني لشباب النادي الاهلي امام النادي الاسماعيلي النهارده، اعتقد الشباب كانوا قد المسؤوليه، وزي ما قلنا اي 11 لاعب هيلبسوا تيشيرت النادي الاهلي هيبقوا رجاله، وعند حسن ظن جمهور النادي الاهلي. معانا محمد مغربي مدافع الفريق. يا محمد يعني الف مبروك الاداء، يمكن طبعا كنا نفسنا نحققوا المكسب النهارده، لكن اعتقد كنتوا عند حسن ظن جمهوركم وعملتوا مباراه كبيره النهارده. الحمد لله طبعا عن النتيجه، بس النتيجه بالنسبه لنا مش مرضيه. احنا لابسين تيشيرت النادي الاهلي، احنا نازلين نلعب على المكسب ايا كان احنا مين. احنا متربيين في النادي من واحنا صغيرين على المكسب، مفيش حاجه تانية. التعادل بالنسبه لنا ده زيه زي الخساره يعني. والحمد لله على الاداء، احنا كنا نستاهل النهارده نكسب، ضيعنا اكتر، كنا ماسكين كوره وكان لعيبه كانت رجاله، بس يعني نوعد ان شاء الله الجمهور الماتشات الجايه يبقى في مكسب يعني، عشان هو ده اي لعيب في النادي الاهلي بيلبس التيشيرت ده لازم يكسب، مفيش حاجه اسمها تعادل. اهم تعليمات الجهاز الفني وكان الكلام على ايه معاكم قبل المباراه؟ طبعا الجهاز الفني مستر بيتشو موسيماني وكابتن سعد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان، كلهم مدينا ثقه كبيره جدا، بيقولوا لنا نلعب بشخصيه النادي الاهلي، ما نخافش نلعب. واحنا يعني لعيبه معلش يعني احنا كبار يعني، احنا اقل واحد فينا عنده 20 19 سنه، ده لعيب كبير مش لعيب صغير. فهم مدينا الثقه وقالوا لنا المسؤوليه عليهم، ونهدى ونلعب لعبنا وان شاء الله نكسب باذن الله والتوفيق اللي جاي مغرب ان شاء الله. شكرا. كابتن امام مكملين لقاءاتنا، ومعانا عمار حمدي. عمار يعني النهارده بنقول لك مبروك على شرط الكابتن، اول مره كابتن الفريق النادي الاهلي النهارده، وده اكثر من رائع، واعتقد اديت دور اكثر من رائع النهارده. الحمد لله اللعيبه كلها، اللعيبه الصغيره كلها، ما فيش هنا لعيب صغير ولعيب كبير، كل واحد بننزل الملعب كله بيعمل اللي عليه. اللعيبه كانت رجاله الحمد لله النهارده على النتيجه. احنا تعبنا، كنا طمعانين ان احنا نكسب، بس الحمد لله على البنت. اهم حاجه اللي احنا ما خسرناش. اوضه اللبس والمحاضرات، يمكن مستر موسيماني عمل لكم محاضره امبارح ومحاضره النهارده، كنتوا بتتكلموا في ايه؟ مستر موسيماني شدد علينا ان احنا كل لعيب فينا يلعب بمزاجه ويلعب براحته، ما فيش اي ضغط علينا، كله يطلع اللي عليه. والحمد لله اللعيبه كلها كانت على قد المسؤوليه النهارده. طبعا اي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها صغير وكبير، بننزل الملعب بحاجه ثانيه. والحمد لله يعني النهارده على البند كنا طمعانين ان احنا نكسب، بس الحمد لله ان شاء الله نعوض في اللي جاي باذن الله. اشاره الكابتن، اول مره تبقى كابتن الفريق النادي الاهلي النهارده، احساسك ايه؟ طبعا حلمي، طبعا اول حلم ان انا العب في النادي الاهلي، طبعا ثاني حلم ان انا اخذت شرط الكابتنه، فخر ليا طبعا، وان شاء الله مزيد باذن الله من البطولات ان شاء الله. عمار، يمكن ادائك وكمان الناس جمهور النادي الاهلي وشايف ادائك عامل ازاي، اعتقد جمهور يعني ليه امال كبير قوي عليك، تقول لجمهور النادي الاهلي وتوعدهم في الفتره الجايه؟ طبعا انا بشكرهم جدا على التشجيع اللي هم بيشجعوني وعلى طول في ظهري، وان شاء الله باذن الله احاول اعمل لهم اي حاجه على الدعم اللي هم بيدعموني، وان شاء الله باذن الله اكون قد المسؤوليه باذن الله. حبيبي كابتن ايمن، ده كان لقاءاتنا مع محمد مغربي وعمار حمدي لاعب النادي الاهلي، ان شاء الله مستمرين ومزيد من اللقاءات. كلمه ليك حضرتك. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. كابتن علاء، يمكن دايما ليك كلمه بتقول لي على معركه نص الملعب دائما، وكمان في ماتشات الاهلي والاسماعيلي، اللي بيستحوذ عليها ويسيطر عليها بتبقى ليه الافضليه. هي مش فاهم الاسماعيلي بس، هو العالم كله كده. العالم كله بيتفنن ازاي يسيطر على نص الملعب. انا كنت بتكلم عن منتخب مصر قبل السوديان، وانت وسام وعادل وبلال، انت بتتكلم ان مفيش نص ملعب عندك. صحيح. مفيش نص ملعب، يبقى انت مش موجود دفاعيا ولا هجوميا. بس انا خليني برضو يعني مش اختلاف. لا اتفضل، يا ريت اختلاف. حلو اختلاف على فكره. هو مش انا مختلف معاك في الموضوع دوت، ولكن احيانا بنجيب اللوم كله على المدير الفني. لا خالص، انت بتجيب مدير اللوم على المدير الفني في التشكيل والافراد اللي بيلعبوا في نص الملعب، لكن هو ده البدايه. عدم توفيق اللاعب وعدمه مش بتاعت المدير الفني خالص، دي حاجه مش بتاعته. يعني المدير الفني
بس ما هو المدير الفني مهم قوي ينقي الانسب في نص ملعبه صحيح عشان ياخد المردود صح. ما انت ما تجيش ايما تعمل تشكيله نص ملعب غلط وانت عايز الشكل يبقى حلو. ما هيجي الشكل ازاي حلو ما يجيش؟ ما ينفعش لعب نص ملعب كله زي ما احنا بنقول كده ايه قماشه واحده او قطعيه واحده كله شبه بعض ما ينفعش. التوظيف ما ينفعش. لو انت عملت تشكيل صح وتوظيف اللعيبه صح انت عملت اول خطوه مظبوط اول خطوه صح في المباراه معاك. الاداء بتاع اللعيب انت دي حاجه مش في ايدك. عشان كده دايما بيقولوا المدير الفني وكلنا اشتغلنا الموضوع ده المدير الفني بيعمل كل حاجه قبل المباراه وتشكيله كده واكتر حاجه بيتمناها ان اللعيبه تبقى موفقه في اليوم ده لانك عدم توفير اللعيبه دي حاجه مش بتاعتك. لكن ما تحطيش تشكيل غلط وتقول انا عايز سيطره على نص الملعب. لا نص ملعبك صح تشكيلته صح التوزيع صح انت سيطره على نص الملعب. صحيح النهارده مثلا الشوط الثاني نص ملعبك ضغط لقدام شويه مظبوط كميه الحركه في نص الملعب زايده كميه الجري زايد انت عشان كده ليك شكل عكس الشوط الاول. الشوط الاول احنا ما كناش بنحمل اللعيبه دي يعني احنا بنتكلم كلام عام مش تحميل صح. يعني حتى كنا بنتكلم بنقول اللي استحواذ لا مش كويس اه الضغط مش حلو. الشوط الثاني لا انت بالظبط عملت ايه زقيت فرقتك لقدام شويه فكل حاجه بقت صح الخطوط قربت الضغط زاد كويس قوي بقت عندك رغبه انك عايز تتعادل. ممكن يكون سام مساحات في الخلف وكانت ممكن تعمل خطوره بس ده وضع طبيعي ده وضع طبيعي يعني انت بتعمل حاجه بس مزبوط. بتحاول تتعادل فانت ممكن صح. تسيب ثغرات وده بتحصل على فكره مش هنا بس في كل العالم. لكن طمعك في الشوط الثاني للتعادل ورغبتك هو ده اللي عمل الفرق بين الشوطين مظبوط. رغبه لعيبتك الحركه كتير في نص الملعب الى حد كبير اشتغلت شويه من الاطراف لعيبه صغيره انا عاجبني جدا ثباتهم الانفعالي هايل صح. هايل فعلا بجد. عشان كده بقول لك البطوله دي النادي الاهلي اكبر مستفيد منها سيبك من الجواز والكلام من ده انت اكبر مستفيد صح. من البطوله دي معاك في دي طلع لعيبه كويسه جدا زي ما بقول لك كملوا معاك فريق اول لو حبيت عايز تعمل اعارات عايز تبيع في الناس بتتفرج ما لعيب الكوره هيعرض نفسه ازاي مزبوط. لازم يلعب ماتشات والحلو ان هي ماتشات كلها قوتها مش واحده يعني الجونه ماتش مش حلو وخفيف يعني مش حلو وكانت لسه الولاد بادئين النهارده لا انت بيقول لك انت بتلعب الاسماعيلي فول تيم صح فالنهارده لا ما ينفعش فبدا يبقى فيه مسؤوليه بدا يبقى فيه تفكير شؤون بس انت قلت لي ان الشوط الثاني حصل تغير كويس تعال نروح الاول للكابتن سيد عبد الحفيظ ولقاء مع زميلنا العزيز محمد توفيق اتفضل يا محمد بنجيب بتواصل معاك كابتن ايمن تحياتي ليك وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان والضيوف الكرام في الاستوديو معانا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد يعني كلام كتير اعتقد حضرتك تتكلم فيه يعني خدتوا قرار هنلعب بالشباب مع ذلك مباراه ثانيه امام النادي الاسماعيلي فريق جماهيري فريق كبير لكن اثرته على التجربه واستكملتها للاخر واعتقد ان مصر كلها بتحسن النادي الاهلي على التجربه وعلى الاداء اللي ظهر بشبابه. يعني طبعا الحمد لله طبعا على كل شيء. يمكن مهم قوي ان احنا يبقى لنا اهداف في كل مرحله وكل بطوله من اهداف البطوله ديت ان احنا نشوف الناس نشوف اللعيبه القطاع الناشئين اللي بشكر قطاع الناشئين كلهم على مجموعه اللعيبه ديت. يعني عايز تعمل في الكوره معروف يعني اعمل شخصيه لاي لعيب يعني مهم جدا ان الموهبه تبقى موجوده وكتير جدا بتبقى موجوده لكن لو غابت عنها الشخصيه الموهبه ملهاش اي قيمه. يعني اللي يعمل في الكره المصريه معروف يقدم شخصيات تبقى مسؤوله شخصيات تبقى عندها اصرار شخصيات تبقى عندها عزيمه شخصيات بتلعب لاخر ثانيه. ما تقلقش على النادي الاهلي طول ما في الروح دي موجوده وطول ما كان اللعيبه الصغيره طالعه من وهي صغيره كده على ان انت تلعب مع لحد صفاره الحكم تلعب حتى رغم فرق الخبرات وفرق السن وفرق المواقف اللي عدت بيها. لعيبه اول مره تلعب عندنا رأفت بيلعب لاول مره مواليد 2004 يعني عنده 17 سنه وما بتخافش وبتلعبه ما فيش مشكله لان احنا عايزين نشوف الناس دي وعايزين نشوفهم بشكل كويس. بحييهم جدا جدا بحييهم مش عشان روحهم بس بحييهم كمان لانهم ما فقدوش الامل ثانيه واحده رغم سنهم ورغم حداثة عمرهم لكن في النهاية طالعين بفكر هو فكر النادي الأهلي. بحيي الكل يعني شوبير وأحمد سيد عبد النبي وكريم طبعا قبليه ومغربي ومانو ونصير وفي نص الملعب عمار اللي عمل مباراة رائعة جدا 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 النهاردة ومعاه محمد فخري ومحمد محمود كل يوم عن يوم الحمد لله الدنيا بتبقى كويسة وزياد وحسام حسن رائع جدا النهاردة ومحمد فخري في الشوط الأول حتى التغييرات لما بدلنا نزل أحمد سيد عبد النبي ونزل
رأفت ده تغيير اول على فكره بالنسبه لنا، احمد سيد عبد النبي ورأفت الاثنين، واحد مواليد 2002 والثاني مواليد 2004، واحمد سيد غريب واحمد اشرف، كلهم عناصر مبشره جدا. يعني مهم جدا ان احنا كنا نشوفهم، ومهم جدا ان هم كانوا يظهروا، ومهم جدا ان هم يقولوا كلمتهم. والواحد ما بيقولش غير حاجه واحده بس، يعني خلي الحته التنظيميه طبعا مع الجزء الفني، لكن شخصيتك لازم تبان. اوعى تخاف من حاجه، اوعى تخاف من اي حد، اوعى تخاف في اي موقف، اوعى حاجه تهزك ابدا. يعني عبر عن نفسك وعبر عن شخصيتك، وكون متواضع جدا، وكون يعني على قد المسؤوليه. الحمد لله دي حاجه كويسه بحييهم عليها، وان شاء الله الرحمن نشوفهم كمان بكره وبعده في القريب العاجل، يعني حاجه من نجوم مصر باذن الله. كابتن سيد، يمكن يعني كان في اجتماعات مستمره بعد الاجتماعات كمان الفنيه، كان حضرتك كنت حريص على الكلام مع اللاعبين حتى بين الشوطين النهارده، كنت شايف حضرتك حريص على انك تتكلم مع اللاعبين ومنازلين المباراه، كنت بتقول لهم ايه وبتحفزهم ازاي؟ قاعدين شوط كويس جدا، لكن محتاجين نهدى بس. يعني العنصر الشباب ده بيبقى فيه حماس يا اما مفرط يا اما فيه قلق، فالكلمه لازم تكون بحساب. يعني الشوط الاول كان فيه حماس شديد جدا، لكن محتاجين نهدى، محتاجين نهدى في الباص، محتاجين نهدى في التحرك، محتاجين نهدى حتى واحنا بنتكلم بعض، يعني عشان ما يحصلش فيه نوع من اللخبطه ونوع من التوتر ملهوش داعي. الحمد لله طبعا انا زي ما قلت لك بحييهم، والراجل اشتغل معاهم بشكل كويس، وامبارح عملنا محاضرتين مش على عاداتنا، يعني عملنا واحده في النادي وعملنا واحده هنا بالليل، مش عشان يبقى فيه قلق ولا حاجه، لان احنا لو مش واثقين فيكم ما كناش لعبناكم يعني. لكن طبعا زي ما بقول، هي دي مدرسه الاهلي، وهو ده الواحد اللي بيخليه دايما مطمن، ان انت رايح بالعقليه دي، او اللي جاي بالاجيال اللي جايه باللي بعدها باللي بعدها تكون بالعقليه دي. اخش المباراه بقى، يعني انا مش من عاداتي ان انا عايز اتكلم على التحكيم او اتكلم في الحكم، لكن الكره بتاعت باهر المحمدي اعتقد ان هي على الاقل كارت تاني، على الاقل كارت تاني. يعني التهور ما فيهوش اي كلام وما فيهوش اي نقاش، يعني ومش وجهه نظر، يعني القانون عمره ما كان وجهه نظر. يعني طالما رحت للفار يبقى الفار استدعاك ان هي كارت، انها يعني الفار يعني بيدخل في اربع حالات، منهم حاله الطرد. يعني الفار جاي بشاكك في حاله طرد ما فيهاش حتى انذار. فيعني لكن الحمد لله على كل شيء، مش عايز اتكلم على الامور التحكيميه كتير يعني، لكن الحمد لله على كل شيء. يعني اخيرا ظاهره النهارده ما ينفعش نفوتها، جهاز الفن على الخط، اللاعبين، الجمهور كمان، يمكن الناس اللي قاعده في المدرجات النهارده العدد القليل اللي موجود، ما فيش حد ما كانش عنده ثقه ان النادي الاهلي يدرك التعادل. انا بقول لك هي دي الروح اللي انت عايز بتوصلها من جيل لجيل لجيل لجيل، يعني هو ده اللي بيطمن الواحد. يعني اللي جاي من مدرسه الاهلي جاي بنفس الفكر وبنفس الشخصيه وبنفس الثقافه وبنفس بنفس الروح. ممكن يبقى فيه فروق فرديه، اللي هيعوضها هي حته الشخصيه. زي ما قلت لك، اللي عايز يعمل معروف في الكره المصريه يطلع شخصيات، يعني من وانت صغير كده ما تسيبش اللعيب الساعتين بتوع التمرين وخلاص، يعني يتمرن ساعتين وبعدين يروح. يعني في 22 ساعه بعد كده بيعمل فيهم ايه؟ يعني لو انت عايز تقدم موهبه وعايز تقدم هديه للكره المصريه، لازم يبقى في محاضرات ولازم يبقى في دروس ولازم يبقى في كلام عشان تكبر الشخصيه بالموهبه توصل للنتيجه اللي انت عايزها. لكن موهبه بس بدون امكانيات عقليه اعتقد ان هذا الامر هيبقى صعب قوي. اخيرا كابتن، كلمه لجمهور النادي الاهلي. يعني الحمد لله طبعا هي بطوله انت عايز منها اهداف معينه يعني، لكن انا عارف كويس قوي ان انتوا برضو على نفس روح اللعيبه كده، يعني جمهور النادي الاهلي هو نفس روح اللعيبه يعني. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سامح حفيظ مدير الكوره. دايما نقول لجمهور النادي الاهلي اطمن، عندك اجيال واجيال من اللاعبين، واي 11 لاعب هيرتدوا تيشيرت النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه ويحققوا لو مش النتيجه على الاقل الاداء الرجولي اللي يطمن كل جمهور النادي الاهلي. كلمه ايه كابتن ايمن؟ اتفضل. شكرا جزيلا زميل العزيز محمد توفيق. طبعا زي ما الكابتن سيد، هي التحول في النتيجه واداء لعيبه النادي الاهلي للشوط الثاني، والنتيجه الايجابيه اللي حققها لعيبه النادي الاهلي للشوط الثاني، ده يعتبر مكسب كبير جدا، مكسب كبير للجهاز الفني بقياده مستر موسيماني ان هو ادى الفرصه للعيبه ديت، مكسب كبير ايضا لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي بقياده الكابتن خالد بيبو. ولكن لعيبه في الملعب ادت دور كبير جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت عايزين نديها حقها. وزي ما قال الكابتن علاء ميهوب، حصلت حاجه غريبه وطفره الشوط الثاني هي اللي صنعت الفرق الكبير جدا في المستوى ما بين النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي. اتفضل يا كابتن علاء ونكمل كلام. بص يا ايمن، هو بس عشان الناس تبقى يعني معانا في نفس الفكره، احنا ما بنتكلمش على جماليات كره القدم. مظبوط. يعني الكره النهارده المباراه كلها فنيا وجمال كره القدم مش موجوده، لكن انا بتكلم على مكاسبك انت كنادي اهلي، مكاسب الاولاد الصغيره ومكاسب المدير الفني وكل ده، انت اكتر واحد كسبان. كل انت بالظبط، كل مباراه، مش كل مباراه، انت كل تمرين انت بتكسب ناشئ جديد. الولد بيتعود على شكل تمرين، بيتعود على الكلام نفسه، بيتعود على
شده المباريات بتبدا بمباراه الاسبوع اللي فات خفيفه، النهارده مباراه صعبه جدا. مباراه الاسماعيلي دي كان بالنسبه لنا مباراه قويه جدا، احنا بالنسبه لنا بطلنا وتغيرنا ومفيش، النهارده بتلعب بناشئين، هم بيلعبوا بنفس التيم الاسماعيلي كامل. صح. فانت بالنسبه لك النهارده دي يعني نتيجه ممتازه انك تتعادل النهارده مع فريق كامل الاسماعيلي بالشباب، والشوط الثاني التغير في كل حاجه، انت كسبان، انت طول الوقت انت ليك مكاسب موجوده عندك. عشان كده ده التغير ده جه من الجهاز الفني واللعيبه الاثنين يا ايمن، ما ينفعش جهاز فني يتكلم ولا مش هيتغير، ما ينفعش اللعيب يعني يتكلم لوحده، خصوصا ما يكون صغير. لو لعيب كبير اقول لك ممكن يبقى حصل تغير بينه وبين نفسه وما بيتكلموا مع بعض اللعيبه، لكن لعيب صغير اكيد حصل كلام من موسيماني مع اللعيبه دي. حته بقول لك انا شغل كتير في نص الملعب، حته حركه زادت شويه، الضغط زاد لقدام شويه. في حاجه كمان مهمه برضو يا جماعه، حته الرهبه قلت. صح، دي اهم حاجه، ده اللي فرق الشوط الثاني، رهبه الاسماعيلي واسم الاسماعيلي وانك بتلعب الاسماعيلي فول تيم دي نزلت شويه، خلاص مع الوقت بدات الرهبه دي تروح. الشوط الثاني بقول لك جري زياده شويه، نص الملعب بقى في حركه كويسه، تحس برضو ان اللعيبه الكبيره موجوده في الملعب في حته غيره. يعني وعادي كان بيقول احنا دايما الدقيقه 90 وكده هي حاجه اسمها غيره على فنان النادي الاهلي. استحاله النادي الاهلي اي ولد صغير بيست حتى في الشارع ما يخسرش، ما بيحبش يخسر، هي جت كده يعني، هي جت كده ما 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 فيهاش كلام يعني، مش بتعلمها للناشئ. لكن حته ان انا اخسر دي بالنسبه لهم بشتغل لحد بعد الدقيقه 90، حصل يبقى الحمد لله، ما حصلش يبقى انا اديت اللي عليا. يعني ممكن النهارده بعد اداء الشوط الثاني ده ممكن ما حصلش التعادل. ايوه، انا كمدير فني او موسيماني هيطلع هيشكر اللعيبه ويهنيهم على اللي حصل الشوط الثاني والمجهود اللي حصل والمكاسب اللي هو بيستفاد منها النهارده. عشان كده بقول لك البطوله دي بالنسبه للنادي الاهلي اكتر مستفيد منها هو النادي الاهلي، بغض النظر يفوز بالبطوله ما يفوزش، لكن مكاسب النادي الاهلي كبيره جدا. ميزه الحاجات دي او ميزه الاداره او التخطيط الصح ان كل بطوله بتدخلها او كل حدث انت بتدور على اكبر استفاده للنادي. مظبوط. عشان كده القرار كان هلعب بالناشئين قرار ممتاز. ممكن في المباريات الأخيرة عايز تطمن على بعض اللعيبة الكبار، تديهم بعض الوقت عشان أكيد لازم يلعبوا عشان كأس العالم للأندية، ممكن. لكن الاهتمام الأكبر أو النسبة الكبيرة في المباريات دي للناشئين، لأنك أنت اللعيب الكبير أنت مطمن عليه، لكن مهم يبقى رجله في الملعب. إذا كان بلال بيتكلم من شوية، مهم جدا طبعا، لازم اللعيبة الكبيرة تبقى رجلها في الملعب، لأنك أنت ما تعرفش إيه اللي هيحصل مع منتخب مصر. صحيح. فأنت يعني أنت برضه خد بالك، هي مش سهلة، انت بتحسب مليون حسبه. منتخب مصر لعيبه كتير موجوده هناك كلها، بتتمنى ما يحصلش اصابات، يعني كفايه اكرم قوي، ما تضمنش هم هيوصلوا لحد فين. كاس العالم للانديه هي على الابواب، فانت عايز تحضر اللعيبه اللي هنا. هي برضو ايمن، هي موضوع مش سهل. صح. لكن اللي انا يعني ان شاء الله بتمناه ان اللعيبه الكبيره يبقى ليها دور، حتى لو مش كبير قوي تحافظ عليهم، لكن لازم رجلهم يبقوا في الملعب الفتره القادمه ان شاء الله. صحيح. طيب هنروح مره اخرى لملعب مباراه وزميلنا محمد توفيق والقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن وضيوف الكرام في الاستوديو وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. بينضم لي كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن سامي، يعني بنبارك لكم على الاداء، طبعا كنا متعشمين في نتيجه كمان احسن من كده، كان اعتقد النهارده الشغل الفني باين جدا للجهاز الفني مع اللعيبه. تحيه طبعا كابتن ايمن وضيوفه. زي ما انت قلت، انت عارف نادي الاهلي ما بيلعبش على مكسب بس، يعني حاولنا، اللعيبه اجتهدت تعبت، بشكرهم طبعا على الجهد ده والتعب دوت والاصرار اللي هم يرجعوا تاني المباراه. اعتقد الحمد لله ربنا كافي، يعني اللي على قد اجتهادهم وتعبهم ربنا الحمد لله كافئهم ببلانتي في اخر دقيقه، وقدرنا الحمد لله نسجل منها هدف. الشغل الفني مع اللاعبين كنت بتشتغلوا معاهم ازاي الفتره اللي فاتت؟ يمكن مباراه جونه ومن بعدها مباراه الاسماعيلي مباراه كبيره امام نادي جميل، كنتوا بتاهلوا اللاعبين ازاي وتتعاملوا معاهم ازاي في التدريب؟ خلينا نتفق برضو ان طبعا لعيبه النادي الاهلي القطاع مميز، عنده لعيبه كويسه بيلعبوا بسيستم قريب شويه من اللي احنا فيه. مهم جدا ان انت تتكلم معاهم بقى في الدوافع، تتكلم معاهم في التنظيم الدفاعي، التنظيم الهجومي، شخصيه لعيبه النادي الاهلي. فرصه كبيره جدا، قليل جدا لما بتيجي في الظروف ديت للعيب اللي هو يقدر يثبت نفسه. فاعتقد الحمد لله النهارده بدات الجماهير، الحمد لله جمهور النادي الاهلي يعرف لعيبه النهارده مميزه بتادي اداء كويس، في استمراريه في الاداء الحمد لله. فاعتقد الحمد لله دي من الاجابات اللي احنا بنشتغل عليها، وعشان برضو انت بتدي فرصه للعيبه وانت عندك زياده عن حاجه 50 مباراه كل موسم، مهم جدا يكون عندك صف ثاني وثالث. فاعتقد الحمد لله هو ده التفكير اللي الراجل بيشتغل عليه واحنا بنشتغل عليه. اتمنى ان شاء الله بس الفتره الجايه تكون افضل لينا باذن الله. باذن الله. يعني التغييرات وتفكيركم في المباراه كان ازاي، والتغييرات كان الهدف من ايه؟
هدفها اللي احنا نرجع. وانا قلت لك ان احنا اول حاجه بالنسبه لنا ان احنا انت عارف نادي الاهلي وكبراء الفرق الكبيره وشخصيه الفرق الكبيره انت بتلعب على المكسب بغض النظر انت بتلعب مين فرقه كبيره نادي الاسماعيلي، لكن برضو نادي الاهلي سيظل هو اكبر فرقه في مصر وفي افريقيا وفي العرب، فمهم جدا ان انت تلعب على المكسب، وده اللي احنا حاولنا نعمله يعني. حتى في فترات لعبنا 4-2-3 عشان يبقى عندنا كثافه اكتر يعني هجوميه، الحمد لله لحد ما حرصنا الهدف. فاعتقد برضو دي من الحاجات الايجابيه اللي تحسب للعيبه وتحسب للراجل اللي فكر كويس خلال المباراه، وادانا الحمد لله فرصه ان احنا ناخد نقطه، لكن كنا عشوائيين طبعا في 3 نقاط، لكن الحمد لله برضو على النقطه كويسه. كابتن سامي، يعني كنت بجانب التدريبات في الملعب كنت حريصين على عقد اكتر من محاضرات نظريه كتير مع اللاعبين، كنت بتكلموا معاهم في ايه واهم النقاط اللي كنت بتكلموا فيها؟ مهم جدا ان انت الوقت قليل، انت بتلعب كل 3 ايام مباراه، ويمكن ده جهد بدني كبير على اللعيبه برضو شويه، فكان مهم جدا ان انت تنقل دوات من خلال المحاضرات النظريه، تصحيح اخطاء الشكل اللي احنا بنلعب بيه، اتفرج اللعيبه على الاسلوب اللي احنا بنلعب فيه، الفرقه نفسها ازاي نلعب 3-4-3 وازاي بتحول الناحيه الهجوميه وارتداد دفاعي وارتداد هجومي واقف ازاي الكور الثابته. فيمكن الحمد لله ده اللي اشتغلنا عليه. يمكن كان عندنا محاضرات النهارده امبارح، عندنا برضو بالليل بعد العشاء، وكان برضو قبل التمرين كان عندنا محاضره برضو. اعتقد الحمد لله اللعيبه تستوعب بشكل كبير جدا تفكير الراجل وفكره، اعتقد الحمد لله كان المردود النهارده الحمد لله كويس يعني. اللي جاي ان شاء الله هتستعدوا زي متبقى 3 مباريات، شايفينهم ازاي هتستعدوا ازاي ان شاء الله؟ يعني هو ده التحدي اللي احنا بنعيشه يعني. انت عارف زي ما قلت لك كل 3 ايام احنا عندنا يوم الجمعه المباراه قصاد مقاولين، برده انت بتلعب الفرق فول تيم طبعا عندهم بدائل، يمكن احنا قائمتنا محدوده شويه، عندنا اصابات وعندنا ناس عندها كورونا، فعندنا برده لعيبه دوليه من اكتر الفرق اللي عندها لعيبه دوليه في الدوري، يمكن توقيت بالنسبه لنا مش احسن حاجه للبطوله ديت يعني، لكن احنا بنحاول نعمل بدائل وهو ده اللي بنشتغل عليه يعني. ممكن يبقى المباراه الثالثه بالنسبه لنا هتبقى اصعب شويه بدنيا، اللعيبه دي بتعمل جهد بدني كبير جدا، ممكن اول ماتش وثاني ماتش ما تبقاش باينه جدا، ما تبقاش باينه يعني بشكل كبير، لكن اعتقد الماتش الجاي هتبقى هتبان اكتر يعني، وده اللي بنحاول نشوف بقى بدايل ان شاء الله تكون لينا، ممكن كل لعيبه ان شاء الله برده تكون تقدر تدينا برده نفس اكتر من اللعيبه الكبيره اللي هي تكون ان شاء الله بعد تعافت يعني من الكورونا، عندنا فرصة برضو اللي هي تساعدنا، فنحاول نشوف إن شاء الله والراجل نفكر إن شاء الله المباراة الجاية إن شاء الله. كابتن سامي، أتمنى لكم التوفيق الجاي إن شاء الله. شكرا شكرا. كابتن أيمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سامي أمصار المدرب العام لفريق النادي الأهلي، يا رب دايما النادي الأهلي يبقى في المقدمة وأي 11 لاعب يرتدي تيشيرت النادي الأهلي يكون عند حسن ظن جمهور النادي الأهلي وعلى قدر المسؤولية. كلمة كابتن أيمن اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. كابتن أسامة، مباراة النهاردة فيها إجابات كتير. طبعا. بغض النظر عن النتيجة. حتى يعني زي ما قال الكابتن بلال وكابتن علاء ميهوب، حتى لو كانت النتيجه غير كده مثلا خساره للاعيب النادي الاهلي كنا برضو هنقول ان في ايجابيات. مفيش شك، طالما انت بتلعب بالعدد الكبير ده من الناشئين مع فريق مكتمل العدد زي الاسماعيلي باسمه الكبير، يمكن هم المراحل او الفتره الاخيره مش هو الاسماعيلي، لكن هو ده التيم اللي بيلعب بيه في الدوري العام، وهو ده اللي بيلعب بيه في كاس مصر، وهو ده التيم بتاعه. كونك بتلعب بالعدد الكبير ده من الناشئين وتتعادل حاجه كويسه، مش حاجه سيئه. وبعدين انت كمان كنت مغلوب، يعني انت مش كنت كسبان والروح والاصرار جه عند اللعيبه، لا ده انت مغلوب زي ما علاء قال، انك انت خلاص انت متعود في نادي الاهلي بتلعب بصغيرين، بتلعب بكبار، بتلعب في اي مرحله سنيه، بتلعب ماتش ودي، لا تقبل خساره، نادي الاهلي ما بيقبلش الخساره. صحيح. فواضح انه في روح عاليه جدا، دي من المكاسب الشوط الثاني. واضح ان في لعيبه ابتدت تحط رجليها معقول جدا يعني كويس، زي مغربي السرتباك وهو نصير، لعيبه كويسين، مانو برده اللي هو الثلاثه اللي ورا يعني. النهارده اشرف، محمد اشرف الباك الشمال احسن، الباقي كمان بيزيد واحده واحده، يمكن مع الماتشات وان الرهبه تروح منهم هتلاقي الاداء بيتحسن. هو الماتش اللي فات ادوا اداء اقل من النهارده، النهارده بقوا افضل، ثقتهم بنفسهم في الملعب، تحركاتهم افضل. صحيح يعني مش ده احسن حاجه للنادي الاهلي، ولكن بوضع التغييرات الكتيره دي والعدد الكبير ده منطقي يعني، منطقي. لكن المكاسب زي ما انت قلت، في لعيبه كتيره ابتدت تاخد ثقه في نفسها، حتى النهارده مش صغيرين بس، حتى حسام حسن
افضل من ماتش الجونه يعني. أيوة. يعني حركته وعمل كام واحده على الجون افضل من ماتش الجونه خصوصا الشوط الثاني. يعني ماتش الجونه كان مريح قوي. فدي كلها مكاسب انك انت ترجع بعد ما هزيمه العدد الكبير ده من الصغيرين، في لعيبه منهم ابتدوا يثبتوا، يعني ابتدوا يثبتوا زي ما قلت الثلاثه بالذات اللي في الخلف اللي هو مغربي ونصير ومانو، الباقيين كمان بيجوا. التغييرات النهارده اللي مستر موسيماني عملها ادي الدفعه شويه زياده، لانه لما نتكلم على كريم فؤاد ومحمد محمود النهارده برده زياد طارق ما كانش في الحاله الطبيعيه بتاعته، الثلاثه طلعوا كان حركتهم قليله شويه، لكن لما حصلت التغييرات برأفت خليل واحمد عبد النبي واحمد غريب وبعدين احمد اشرف الاخر لما طلع نصير ولعب بثلاثه في نص الملعب عشان يزود، يعني لعب باربعه بس في الخلف في اخر 10 دقائق او عشان يزود او 3 دقائق اخر 4 دقائق 5 دقائق عشان بالوقت الضايع تقريبا كده لانه نزل في الدقيقه 88 زود، فتحس ان بقت في زياده عدديه في الثلث الاخير. احنا كنا الشوط الاولاني بنقول ما فيش حد بيروح كتير مع حسام حسن، الاطراف ما بتطلعش، لكن الفتره في الشوط الثاني وبالذات الفترات الاخيره اكتر من كوره. صحيح. يعني في واحده تسديده قلنا لحسام، في واحده لرأفت خليل كان هيحطها اللي هي كان فيها شك ضربه جزاء او لا، في اكتر من كوره بقيت في عدد داخل ال 18، فدي حاجه كويسه، دي برده من المكاسب الجرأه اللي عند الولاد. وزي ما انا قلت كمان انه كل ماتش هيلعبوه رجله هتثبت اكتر في الملعب، كل ما هيلعب ماتش هيثق في نفسه وهيثق في اللي حواليه. ولكن برضو انا مع بلال وعلاء و يعني شوف راي عادل برضو انه لازم في الماتشات الجايه يبتدي يدخل بعض العناصر لاسباب كتيره. اولا الاصابه ممكن تحصل في اي وقت، انت بتتمرن وانت في البيت وانت في اي مكان، انت داخل على بطوله كاس العالم للانديه، كويس ان اللعيبه في فتره تاخد راحه، بس برضو محتاجه احساسها بالماتشات الرسميه. يعني ده بطوله احنا بالنسبه للنادي الاهلي احنا بناخدنا تجارب، ولكن برضو تعتبر الشكل واخده شكل شبه رسمي، يعني مش أي. مش ماتشات وديه يعني. ايوه. فبرضو يعني الناس اللي هي مثلا زي طاهر زي حسين الشحات زي اللي هي هتلعب في كاس العالم للانديه، اعتقد الماتشات الجايه برضو لازم ياخدوا اجزاء من المباريات. خلينا بعيد عن الخوف من الاصابه. طيب. مش ممكن هتبعد الخوف عن الاصابه دي خالص. انا كمدير فني قلت لك انا وجهه نظري الاصابه هتحصل مع اللاعب في اي وقت، ماشي، صح، في التمرين في الملعب، ممكن لا قدر الله تجي لك كورونا ولا انت صح مظبوط. يعني بس هو ايه، هي في حاجات فيها مخاطره، وانا زي ما بقول لحضرتك ان مثلا منتخب مصر لو كمل بمشيئه الله مستر موسيماني ما عندوش غير المجموعه دي اللي هتروح كاس العالم للانديه. يعني يقول لك طيب انا لما يروح واحد زي ما حضرتك بتقول كده ان هو يكون اقل جاهزيه ولا اخسر واحد مصاب؟ ما هو برضو انت عشان انت حاطط في دماغك انه لما يلعب هيتصاب. انا قلت لك الاصابه هتحصل في التمرين، هتحصل في البيت، لو مكتوبه هتحصل هيحصل الكورونا، الناس بتبقى قاعده في البيت بالشهرين والثلاثه ما نزلتش من بيتها وبيجي لها كورونا. ايوه. فماشي انا حافظ، بس برضو لازم اللعيب يلعب. انا مش بقول كل الماتشات، حاجه كويسه ان احنا بنجرب بالمجموعه ديت وتكمل، ولكن انا بقول انه يعني يدخلوا في اجزاء من المباريات واحده واحده. فدي وجهه نظري، لكن اللعيبه حتى لو كملت بهذا الشكل يعني كتر خيرهم وابتدوا يثبتوا ورجليهم بتثبت، وان شاء الله يعني حاجه كويسه سواء اللي هيكمل فيهم مع النادي الاهلي سواء اللي هيجي له اعاره عشان ياخد احتكاك اكتر ويرجع في وقت تاني زي ما حصل مع عمار، زي ما حصل مع احمد ياسر رينا بما يسافر، زي ما حصل مع احمد عبد القادر. يعني في مكاسب كتيره خدناها من المباراه النهارده. صحيح. استاذ ايمن انت هتطلع عندك حاجه؟ لا قول هو عشان بس الموضوع نتكلم فيه مع اسامه ده. انت وجهه نظرك ان اللعيبه اللي موجوده اللي هي اللعيبه الموجوده في الفريق الاول ما تلعبش لحد كاس العالم؟ لا. نكتفي بالتمرين؟ لا، انا بقول ان الراجل في موقف صعب. ماشي، ما صح. كويس، ماشي. طبعا هو عنده خوف وقلق ان هو يغامر بحد من اللعيبه اللي عنده يلعب بيهم كاس العالم للانديه كويس في غياب الدوليين كويس،
ان هو ممكن يحصل له حاجه زي ما حصل لصلاح محسن الماتش اللي فات. كويس. صلاح محسن كان بقاله فتره وبعدين ماشي. رجع واتصاب كده. انا كمدير فني هتحسبها ازاي مثلا؟ بالظبط هحسبها ازاي. وفي حاجه كمان خليني اقول لك على مثلا حاجه معينه. اتفضل. ماشي. محمد الشناوي البديل الاول بتاعه علي لطفي. كويس. كويس. جيت لعبت علي لطفي. ماشي. كويس. لا قدر الله حصل له حاجه وخسرت علي لطفي. البديل مين؟ مصطفى شوبير. مصطفى شوبير اللي انت بتعتمد عليه الوقت. اللي انا بعتمد عليه دلوقتي. كويس. ولكن هي برضو انا كمدير فني يعني هيبقى ان انا النقله كبيره جدا لمصطفى شوبير ان هو مثلا يحرس مرمى النادي الاهلي في مباراه كاس العالم. احتياطي الشناوي. خوفا على مصطفى شوبير. كويس. لان انت زي ما تقول انت بتضرب النار. هيبقى احتياطي الشناوي. بالظبط. كويس. ده لو لا ما هو انت لو الشناوي مش موجود. انت ايوه ماشي وعلي لطفي حصل له حاجه. ايوه. بص يا ايمن حته يحصل حاجه ما يحصلش حاجه دي مش بتاعتنا. خليها على جنب. الى جانب ان انت في مرحله وباء كورونا مظبوط معرض اي حد لا قدر الله طبعا ربنا يحفظهم كلهم تجي له كورونا. لكن انت كمدير فني بتشتغل على الاساسيات الصح في كره القدم. صح. اللي هيحصل بعد كده انت ما تقدرش تحكم عليه. ما تقدرش. حاجه مش بايدك يعني. سبحان الله. دي حاجه في علم الغيب. لكن انا بعمل اللي انا شايفه صح. زي ما احنا بنتكلم دلوقتي وبنشيد بموسيماني ان هو بيدي رياضه صغيرين كتير قوي وده الصح. عشان انت عايز اللي بعد كده. ايوه. اللي بعد كده الولاد دي. لكن في نفس الوقت بتحضر على فكره مش حاجه مش سهله. انا بس انا طبعًا. مش سهله بالنسبه للمدير الفني خالص. وانا كمدير فني خلي بالك انا برضو يعني انا بكلمك على مصطفى شوبير. انا عارف انت بتحسب لعيب عدم وجود الشناوي. انا بقول لك انت انا خايف على مصطفى برضو. انا عارف انت بتحسبها من كل الاتجاهات. أيوة. انت بتحسبها عايز تحافظ على لعيبتك. بتحسبها مش عايز تعمل ضغط على بعض اللعيبه يتحطوا في موقف يبقى لحد كبير صعب عليهم. بالظبط. وفي نفس الوقت انت بتفكر في كاس عالم وفي نفس الوقت عايز اللعيبه اللي موجوده دي تبقى عندها بس حاسه المباريات ويبقى رجلها في الملعب. هي حسبه عايزه هدوء كويس قوي وعايزه تركيز كويس قوي من ناحيتين على فكره. أيوة. انا كمدير فني. أيوة. وكلعيب. صحيح. ما انا مش هشتغل لوحدي واللعيب يعني يضيع لي الدنيا. لا حتى لو هلعب انا كلعيب ذكي برضو يا ايمن كور مشتركه كلام من ده انا اعرف امتى ادخل ما ادخلش. لكن الاصابه دي مش في ايد حد خالص. لكن اساسيات كره القدم بتقول ان اللعيبه دي لازم تاخد جزء مباريات. ما ينفعش مهما كان انت لعيب تتمرن بس. عايز اقول لك حاجه كابتن عادل بعد اذنك هنطلع لزميلنا محمد توفيق ملعب براه ولقاء مع حسام حسن. مساء الخير كابتن ايمن من جديد بتواصل معاك ومعانا واحد من نجوم اللقاء النهارده كابتن حسام حسن مهاجم فريق النادي الاهلي. يعني كابتن صلاح حفيظ في البدايه وانا بتكلم معاه اشبك جدا قال له حسام كان دوره هايل النهارده مع الفريق وساعدنا كتير جوه داخل الملعب. يعني تعليقك على الكلام دوت وعلى اداء زمالك النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا برحب بالكابتن ايمن وضيوفه الكرام في الاستوديو التحليلي. لا والله كابتن سيد دي شهاده يعني الواحد بيعتز بيها خاصه ان احنا النهارده ده تاني ماتش برده مع مجموعه اللعيبه الصغيرين يعني اللي هم المفروض بقى من الصغيرين دلوقتي هم خلاص بقوا لعيبه كبار بيتحملوا المسؤوليه. احنا بنلعب باسم النادي الاهلي فاحنا الحمد لله احنا كنا داخلين الماتش مركزين جدا بنكمل على الماتش اللي فات ودي تجربه وفرصه للناس اللي ما كانتش بتشارك بقى لها فتره كبيره والمجموعه اللي احنا بنشتغل معاها بقى لها فتره. فالحمد لله احنا يعني احنا النهارده كنا عاوزين ناخد الثلاثه بونت خاصه ان احنا كنا بنلعب تيم كلاسيكي الاهلي والاسماعيلي ده ماتش جماهيري. فالحمد لله ان احنا قدرنا نطلع بالنتيجه دي وثقه على الماتش الجاي ان شاء الله نعمل حاجه كويسه للنادي الاهلي ان شاء الله وجماهيره. حسام زي ما قلت يعني النادي الاهلي زي ما بنقول دايما انه واحده واحده اللاعبين كبار صغيرين كلهم واحده. بتقعدوا تتكلموا في ايه يعني ايه الحوارات اللي بتدور بينكم في اوضه اللبس وبتتكلموا مع اللاعبين الجداد اللي معاكم ازاي؟ لا والله هو يمكن احنا مركزين احنا مع نفسينا مع النادي الاهلي. احنا بنلعب باسم كبير وليه شعبيه كبيره طبعا والجمهور مستني ان هو يتفرج على ماتش فرقته. لا احنا مركزين جدا ان احنا كنا نعمل نتيجه ايجابيه النهارده مع تيم النادي الاسماعيلي اللي هو بيمر بازمه من فتره في الدوري. فاحنا كنا مركزين ان احنا لازم نطلع باحسن شكل وبنتيجه ايجابيه ان احنا نكمل عليها في المجموعه كده ان شاء الله. فان شاء الله انا بتمنى التوفيق لكل اللعيبه والجهاز الفني في الفتره الجايه وان شاء الله نعمل حاجه كويسه للنادي الاهلي ان شاء الله.
رساله جمهور النادي الاهلي اللي مستني منكم كتير جدا. طبعا انت عارف ان جمهور النادي الاهلي طموحه بلا حدود، ودايما اي بطوله النادي الاهلي بيدخلها بيبقى جمهوره هو هدفه انه ياخد رقم واحد. طبعا جمهور النادي الاهلي رقم واحد طبعا يليه الاداره والجهاز الفني واللعيبه، فاللعيبه بتشتغل عشان تسعد جمهور النادي الاهلي، خاصه ان احنا بنشارك في بطولات كتير، فكل بطوله احنا مركزين فيها ان احنا ناخد احسن حاجه وناخد البطوله عشان الجمهور يعني لازم هو البطوله. انت بتلعب باسم كبير وشعبيه كبيره، فان شاء الله احنا مركزين ان احنا نركز في كل بطوله احنا بندخلها ان شاء الله يعني نتوج بيها ان شاء الله ان شاء الله. يعني الدوافع وعدم المشاركه بصفه اساسيه الفتره اللي فاتت، وجود يعني رابطه كاس رابطه الانديه، شايف ان دي فرصه وشايف الدوافع ازاي اللاعبين ما كانوش بيشاركوا الفتره اللي فاتت؟ طبعا هو بص انت بتلعب وكل واحد بيستنى دوره، واللي بيلعب واللي ما بيلعبش ده انت لازم تركز، انت بتلعب في اسم باسم النادي الاهلي، فدي حاجه لازم انت تكون عامل لها حساب، ولازم انت تكون مركز على طول، ولازم تتمرن كويس، ولازم تبقى ملتزم في كل حاجه، عشان ما انت التقييم بعد كده مش بيبقى من الجهاز الفني بس، ده بيبقى من الشارع وبيبقى من كل حاجه، فانت لازم انت تعمل كل حاجه عشان تقدر تسعد جمهور النادي الاهلي، بس ده اهم حاجه. شكرا حسين، ونتمنى لك التوفيق في الجاي ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك، شكرا. كابتن ايمن دقق لقائنا مع حسام حسن مهاجم فريق النادي الاهلي، يا رب دايما النادي الاهلي بكل لاعبيه بكل اي 11 لاعب يرتدوا تيشيرت النادي الاهلي يكون عنده قدر المسؤوليه، وان شاء الله يحققوا النجاحات وطموح جمهور النادي الاهلي، ويبقى النادي الاهلي دايما في المقدمه. كلمه ليك كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. وماتش النهارده زي ما قلنا فيه مكاسب كتير، ولو اتكلمنا على قطاع الناشئين مش هنلاقي احسن من احد نجوم النادي الاهلي اللي بيتابع القطاع ده من فتره، كابتن اسامه حسني. مساء الجمال. حياتي ليك يا كابتن ايمن، بمس عليكم وعلى الكرام كابتن علاء مجهوب والكابتن اسامه عرابي، الكابتن عادل عبد الرحمن، الكابتن احمد بلال. الحمد لله على السلامه وسام. الحمد لله على السلامه يا كابتن اسامه، ازيك عامل ايه؟ سلامك كابتن علاء، قاعد مستمتع بيك والله حبيبي يا اسامه. ايه الاخبار دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله، قدامنا كده ان شاء الله 3 ايام ونرجع يا رب على خير ان شاء الله. سلامتك يا اسامه. سلامتك يا اسامه، الف سلامه. كلمنا بقى عن ماتش النهارده، وكلمني قبل ما تكلمني على ماتش النهارده، ايه رايك في قطاع الناشئين؟ يعني الحمد لله احنا قطاع الناشئين متابعينه بقالنا دلوقتي، وبنشكر قناه الاهلي اللي عامله برنامج ومساحه كبيره لبرنامج الاشبال في قناه الاهلي علشان نتابع اشبالنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. لكن طبعا في البدايه احنا بنشكر الكابتن محمود الخطيب والقائمين في لجنه التخطيط اللي كان ليهم اهداف من الاول، بالرغم انك بتشتري في الدرجه الاولى وبتشتري محترفين وبتشتري بارقام، لكن الكابتن محمود الخطيب كان حريص على الاهتمام الكبير من اول يوم بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وده واضح خلال السنين اللي فاتت. شفنا في متابعه مستمره من الكابتن محمود الخطيب بنفسه، زياراته المستمره للقطاع بنفسه، شفنا التطوير الكبير جدا، تطوير على المستوى البنيه التحتيه، شفنا ما شاء الله ملاعب على اعلى مستوى، شفنا غرف ملابس، كل الامور دي بتهيئ الجو انك تقدر تطلع ناشئ جيد للنادي الاهلي، ناشئ يقدر يكون شخصيه النادي الاهلي. طبعا التطور كمان مش تطور بنيه تحتيه بس، لا ده تطور على المستوى الاداري، شفنا الكابتن خالد بيبو اللي عامل ما شاء الله شغل اكثر من رائع، شفنا النادي الاهلي بيتعاقد مع مدير فني اجنبي علشان ازاي يقدر يحط سياسه عامه وتطور فني للمدربين وايضا للاعبين، مستر بروكيتش اللي عامل برضه شغل اكثر من هايل يعني قطاع الناشئين. فالتطور ده يا كابتن ايمن جاي من 3-4 سنين فاتوا، ورؤيه صحيح يعني من الكابتن محمود الخطيب واهتمام كبير. مظبوط. الحاجه الثانيه، وانت بتشتري للدرجه الاولى لعيبه مميزه عشان تحطها، انت برضو عينك على قطاع الناشئين، تبدا تنتقي لعيبه مميزه تبدا تحطها وهي صغيره، لعيبه تكون مستقبل. فده التطور الكبير اللي تم خلال السنين اللي فاتت. برضو نفس الكلام، انت مهتم بجانب التغذيه بالنواحي النفسيه، كل دي امور يعني داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، علشان اللي احنا بنشوفه النهارده ده ما جاش بالصدفه، لا صحيح. ده جه نتيجه عمل، نتيجه 4 سنين، شفنا النهارده ما شاء الله الشباب حاجه اكثر من رائعه وكل الناس بتشيد بيهم. برضو احنا بنحيي قناه الاهلي اللي ادتنا مساحه علشان نذيع المباريات على الهواء مباشره. اذاعه المباراه بتدي للاعيب النهارده، تخيل لو ولد النهارده زي محمد مغربي اول مره يلعب قدام الاعلام ممكن يكون عنده الرهبه، لا لكن النهارده عاشها مره واثنين وعشر مرات لما ذعنا المباريات على قناه الاهلي علشان الرهبه دي تبدا تروح من عنده.
صحيح. عشان كده احنا برضو بنشكر قناة الأهلي اللي ادت مساحة لبرنامج الأشبال، وأيضا مساحة كبيرة لإذاعة المباريات اللي كان لها الأثر النهاردة. مين لفت نظرك في الماتشين يا كابتن أسامة؟ كل اللعيبة صراحة. النهاردة مصطفى شوبير ما شاء الله هايل، شخصية الأهلي، محمد مغربي، محمد نصير، عبد الرحمن مانو، أحمد، محمد أشرف، أحمد سيد عبد النبي، أحمد أشرف، أحمد سيد غريب، زياد طارق، محمد فخري، يعني مش عايز انسى حد. يعني ايوه قلت اللعيبه كلها لعيبه هايله. خلي بالك انا برضو واحنا وانا على الهوا دلوقتي في لعيب في 2003 اسمه ميدو نبيل. ايوه ميدو نبيل، اتمنى، ومع ميدو اسامه برضو فرقه 2003. ايوه اثنين لعيبه هايلين جدا، اتمنى مستر موسيماني يحط عينه عليهم علشان الفتره اللي جايه، ميدو نبيل وميدو اسامه، اثنين لعيبه هايلين يعني. ان شاء الله اتمنى ياخدوا فرصه برضو. بنبارك للعيبه النهارده، ودي بنقول لهم دي بدايه باذن الله. مشوار طويل، محتاجين نشتغل اكتر علشان ان شاء الله تثبتوا دايما ان النادي الاهلي قطاع الناشئين دايما على مر التاريخ ولاد يعني. باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا. اسامه عايزين نشيد بالبرنامج بتاعك يا اسامه كمان. ربنا يخليك يا كابتن علاء. اه والله العظيم. شكرا جزيلا يا كابتن اسامه، وفي انتظارك ان شاء الله باذن الله. طيب هنروح لفاصل، ومن بعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظرونا.